اليتامين والغارمات. كثيرا ما يقتصر المتكلمون على الغارمات، وسبب ذلك يرجع الى امرين. الامر الاول انه قد قارب الاحتفال بيوم الام، وهو يوم عزيز علينا، نعطي للام بعض ما في رقابنا من حقوق، ولذلك نقدم الغارمات على الغارمين. والامر الثاني هو ان المراه المعيله تحملت العبء الاكبر من المسؤوليه في بناء الاسره وفي تحمل ما هنالك من واجبات. دخلت هذا المجال لاجل بي فراغي وانهي حياتي نهايه يتقبل الله سبحانه وتعالى. تعاملت مع جهات مختلفه ولقيت مصر الخير اكثر مصداقيه وعمل دؤوب، وانا بشكرها واكرر شكري.